هلا بالنسبه للاوضاع هون يوميه العامل 300 400 الف، ما بتتجاوز اكثر من هيك. ونحن هلا يعني بشهر فضيل الله يعيده علينا وعليكم، يعني ابسط الامور واحد اذا بده يعمل صحن فتوش ما عاد قادر يعمله بسبب الاوضاع، يعني الدولار صار ب 100 100 وشوي وعيشه صعبه، يعني خضره غالي ولحمه غالي، لحمه ما عم نشوفها بنوك. بشتغل دليفري على متسكل، بوصل طلبات للبيوت باليوم 200 250 الف لحد 300. اذا بدنا نعمل اكله او شغله بتكلفنا فوق ال 500 الف، والحمد لله رب العالمين على غلات الدولار الوضع صاير صعب والمعيشه صعبه هون بلبنان. وشوفت عينك الوضع كيف، اذا بدك تعمل صحن فتوش بده يكلفك 400 500 الف. نحن الاوضاع هون المعيشه هون والله صعب، الوضع صعب كثير، وما في حدا، ما في لا مساعدات ولا معونات، وما لنا غير الله. وضعنا صعب، انا كزلمي معلش اليوم عندي 10 اولاد اليوم، واليوم مشترى اقل، يعني اليوم خسي هلا بدي اروح اجيب خسي، هلا خسي حقها 100 ألف بنانه، ما عاد في شيء رخيص، كل المعيشه صعبه 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 كثير.